انا اسمي بدريه محمود، كنت في اعتصام العباسيه، كنت نازله سلميين جدا بنطالب باسقاط المجلس العسكري وانه يسلم السلطه لسلطه مدنيه لرئيس مدني منتخب من الشعب. اللي حصل ان احنا اعتصمنا في ميدان العباسيه، كنت تبع المستشفى الميداني اسعاف المصابين اللي هم كانوا من اول ما هجموا البلطجيه على الاعتصام. طبعا الناس كلها عارفه حكايه اللي حصل والبلطجيه اللي جم والحاجات دي كلها. جينا لغايه ما جه يوم الجمعه دون جينا يوم الجمعه كان مسيره جاي مسجد فتح اكتر من 100,000 شخص يعني، ودخلوا عند جوه عند الجيش، حصل احتكاك وان الجيش بدا يضرب وبدا المصابين يجوا لنا اعداد كبيره جدا، اعداد يعني لا ما كانش في مكان اصلا نحط فيه مصابين اكتر، ما كانش في مكان ولا في دكاتره يقضوا المصابين دول كلهم. كان كل الحالات بتيجي خياطه كلها، ما فيش غير حالات بسيطه جدا اللي كان اسعافات اوليه، الحالات كلها كانت بتجي لنا خياطه. بدا لقينا العساكر بيسحبوا وبقينا نشم ريحه الغاز واحنا في المستشفى الميداني، حاولنا ان احنا نخش نسحب المصابين جوه لقينا الجيش بيسحب لبره. كل الحالات اللي حولناها لمستشفى عين شمس كلها اتسلمت، ما كناش بنحاول اي حالات، كنا اللي بنقدر نعالجه بنعالجه، ما بنقدرش بيبقى قاعد معانا في المستشفى الميداني. بداوا يضربوا غاز على المستشفى نفسها واحنا قاعدين في المستشفى بنعالج المصابين، بدا الغاز يجي ناحيتنا كتير جدا، بدانا ان احنا نتحرك لبره ان احنا نحاول نجري لبره بالمصابين اللي معانا. بدأ لقينا الجيش الغاز بيطلع علينا من جوه المستشفى عين شمس التخصصي، الغاز بيطلع من جوه السور بتاعها علينا اصلا من بره. بدأنا الناس بتحاول تجري، بنجري على اي اتجاه او كده. وبعد كده كنا معايا دكتوره، كان معايا ممرضه اسمها اسماء، وكان معايا دكتور انس العسال كان ماشي معانا، مسعف معانا في المستشفى الميداني، كنت انا برضو كنت دوري مسعفه في المستشفى الميداني. جينا بعد كده لما الناس كلها بتجري لبره على صلاح سالم واحنا بنحاول نطلع، كان معانا شنطه كده كان فيها اللي هو زي قطن وشاش وحاجات كده تبع المستشفى، بنحاول ننقذ اي حاجه من الادويه ما عرفناش، فحاولنا ان احنا نجري. اتمسكنا احنا اصلا كنا رايحين ناحيه يعني طالعين على الدمرداش، كان الممرضه اللي معانا شغاله في الدمرداش وقالت ان احنا هنروح هناك نحاول نسعف في المصابين اللي هناك، واحنا رايحين عند الدمرداش اتمسكنا هناك. قائد عدانا، اول قائد قال لنا عدوا ما فيش اي مشكله، وعدوا خالص ما فيش حاجه، عدوا ما فيش مشكله. تاني قائد بالظبط هو اللي ماسكنا، اول ما اتمسكنا بطاقتك، خد بطاقه دكتور انس اللي كان معانا مسعف معانا، بعد ما خد بطاقته وشافها فبطاقتك اللي هو اصلا بطاقتك كانت في الشنطه في الخيمه، والخيمه ولعت، ولعوا في الادويه، ولعوا في كل حاجه في المستشفى الميداني، ولعوا فيها تماما ما فيش اي حاجه طلعت منها. بداوا خدوا بطاقه انس وشافوها، بعد كده فتشوا الشنطه اللي معانا، لما لقوا الحاجات دي قالوا انتوا تبع الثوار وكده، قلنا لهم لا حضرتك احنا تبع المستشفى الميداني، قالوا يعني كويس قوي كمان ان انتوا قلتوا انتوا تبع المستشفى، يعني هم زي ما يكونوا متعمدين ان هم يمسكوا اصلا الدكاتره واي حد لابس بلطو ابيض كان بيتنشن عليه بعيد عن الناس كلها، يعني كانوا مستقصدين بصوره خاصه للدكاتره كلهم. جينا بدانا بعد كده لما القائد طم يعني قبض علينا وكده، فاللي هو قلت له يا حضرتك انا مع يعني في جامعه الازهر وكده، وحضرتك بتقبض عليا باني تهمه، انا ما فيش تهمه موجهه ليا. قال لي من غير حاجه، من غير اي حاجه هناخدكم، بنلعب معاكم بنهزر معاكم هناخدكم. قعد يستهزأ بينا بطريقه وحشه جدا، بدا الضرب في انس اللي هو كان معانا انا ودكتوره اسماء. جه واحد كده شكله اصلا بلطجي ما نعرفش ده منين، جه قال له يا فندم دي اسمها دينا عليا، اسمها دينا وكده واحنا عايزينها، راح قال له خدوها، يعني كاني ورقه او شنطه اوضه بيقول خدوها. جه اول ما قال له خدوها اللي انا اصلا جه انس ده ما رضاش يسيبني، مسك فيها جامد، راح جه عسكري ضربه بحديد على ايديه فصبعه اتكسر وهو ماسك في الجاكيت بتاعي. جه القائد بيقول له سيبها، فانس قال له انا مش هسيب بلد تتاخد مني. جه البلطجي ده راح قال له دي تبعنا وهناخدها، راح القائد قال خلاص خدوهم زفه في الشارع اللي هم معتصمين دول، ولغايه وزاره الدفاع سلموهم هناك طبعا من اول الشارع لغايه نصه كده، هم طبعا عمالين انتوا بتوع اسقاط المجلس العسكري احنا هنوريكم. وانس يقول يا جماعه احنا دكاتره، اول ما بيقول لما لقينا بقى ما فيش فايده في الكلام، قلت له يا انس ما تتكلمش مع حد اتشاهد، ان احنا بنتشاهد خلاص احنا بنموت، ما فيش فايده ان احنا نطلع، ما فيش امل ان احنا نطلع من المكان ده على خير. اول ما بيقول الله اكبر بيضربوا فيه، يقولوا ما تكبرش، كل ما يقول الله اكبر كل ما الضرب فيه بيزيد، يعني كل ما يقول الله يعني اول ما يقول الله اكبر الضرب فيه بيزيد اكتر من الاول بكتير جدا. جه واحد بلطجي كان ماشي معانا، هو اصلا من اول الطريق بره وهو ماشي معانا الطريق كله، فجه القائد بيقول انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي بكل عباره صريحه جدا، قلت له اسمي بدري محمود السيد وساكنه في مكان كذا في منطقه كذا وما خفتش من اي حاجه. جه قال لي انت ايه اللي نزلك الاعتصام؟ قلت له نزل تبع المستشفى الميداني. قال لي احلى حاجه احنا بنحبها بتوع المستشفى دول، يعني احنا ناس بنحب ناخدهم انتوا، وعمل وكان بيتكلم طبعا شتيمه وتهزيق، قعد يشتم الفاظ مش كويسه خالص. جه واحنا ماشيين نلاقيه كوبري ناس كانت بتصور من عليه، قالوا بس ما حدش يضرب عشان في ناس بتصور،
برفع ايدي بقول اشهد ان لا اله الا الله، بتشاهد انا اصلا بتشاهد في سري، فعامله ايدي كده وبتشاهد، راح جه العسكري بيقول لي انت بالنسبه لكم دي علامه النصر؟ لا، علامه النصر لما بنعمل كده وبنقول الله اكبر، لكن انا كده بتشاهد، بتشاهد عشان لو حصل لي حاجه. قال لي ماشي، احنا بقى هنفرحكم وهنوريكم علامه النصر، انت بالنسبه لكم كده نصر، احنا هنوريكم النصر كويس قوي. اول ما عدينا الكوبري بدا ضرب فينا كلنا، في الممرضه اللي كانت معانا اتضربت على راسها بالعصايه، انا شخصيا العسكري بس ضربني بعصايه على راسي، راح انا استحاول ان هو يفادينا فخد الحديد على راسه، وهو انا ضربت عصايه واحده بس، بعد كده هو لما حاول يفادينا احنا الضرب كله كان على دماغه، هو اصلا عنده كهرباء زياده في المخ، ما بيستحملش اي حاجه، ما بيستحملش الضرب يعني، سبحان الله. ما اعرفش انا كنت ببص عليه ورايا ان انا اصلا ابص الاقيه واقع مننا مغمى عليه او ميت مننا، بلاقيه متماسك، لقيت الدم مغرق وشه والدم مغرق جسمه كله ودماغه بتنزف وهم بيضربوا فيه. جه واحد حاول بس ان هو يحتك بينا انا واسماء واحنا ماشيين مع العساكر، عسكري من امن مركزي مش جيش، الجيش كان ماسك فينا وماشي بينا، عسكري امن مركزي لابس بدله سوداء وماسك حديده في ايديه حاول يحتك بينا انا واسماء، انس كان ماشي معانا راح بيمسكوا بيحدفوا الناحيه الثانيه، لقيت لك العساكر كلها فوق انس بيضرب فيه، كله بيضرب بحديد ما نعرفش بيضرب بايه، ما شفناهوش تاني من تحتيهم اصلا. بدات الممرضه اللي معايا انهارت في العياط، اي تعيط جامد، قلت لهم حرام عليكم، وانا كنت انا ما كنتش بنطر، انا كنت كل اللي بعمله ان انا بتشاهد، انا عارفه ان انا نفسي هموت. جيب لما هي قعدت تكبر معايا قعدت تقول الله اكبر عليك يا انس، الله اكبر، تقول الله اكبر، بقى يضربوها هي كمان، قعدت تضرب ضرب غباوه منهم كلهم، من عساكر امن مركزهم من عساكر جيش، وماسكين حديد في ايديهم مش ماسكين عصيان ولا بيضربوا بايديهم. جه عسكري فبقول له اتق الله وهاته، ضربني قلم، القلم اللي خدته اصلا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، بس انا ما همنيش القلم اللي خدته، هم الراجل اللي كان تحت ايديهم كان كلهم نازلين ضرب فيه. لا، في عسكري حاول يطلعه واتضرب، ضربوه عشان هو حاول يطلعه من تحت ايديهم. اول ما طلع كان طالع طبعا وشه مش باين من الدم اللي على وشه، والنضاره قلعوها كسروها له، الشتيمه اللي كان بياخدها برضو فضل ماسك فينا. جه قائد راح بيقول قائد من الجيش قال لهم كفايه كفايه ضرب في البنات، ده مش كل مره صح لبنات، وقعد يشتم في العساكر اللي معاه كده، اتشتم وتهزق منهم، قال لهم لا مفيش بنات هتتضرب تاني، بقى يحوط علينا بقى هو اللي يتضرب مع انس، يعني هو حاول ان هو يحوط علينا ويحوش عننا، اتضرب معانا وانس كان ماسك فينا ومش عايز يستنى ان احنا نتاخد. جه عسكري قال له البنات دول هيطلعوا على امن دوله ودوت هيترحل، يعني ده هيترحل في حته، دول هيترحلوا في حته تانية خالص. جه عسكري قال لا دول يروحوا بيتهم بس يركبوا العربيه الاسعاف دي ويروحوا، احنا رفضنا نركب من غير انس، ان هو كان بينزف من كل حته في جسمه، هم ما عندهمش حاجه اسمها رحمه ولا اي اخلاق ولا اي دين خالص ولا يعرفوا اصلا يعني ايه ربنا، كانوا بيضربوا في بغباء، قعدوا يقولوا احنا هناخده معانا وما رضوش يدوها لنا، فاحنا لما مسكنا فيه جامد صممنا ان احنا ما نسيبهوش، ركبوه معانا عربيه الاسعاف. في الاسعاف الضابط قاعد يقول انتوا عايزين تولعوا البلد، اسرائيل على الحدود، انتوا باعتصامكم دوت هيدخل اسرائيل، المشير ده حتى القائد نفسه قاعد يشتم على المشير ويقول مش مشكله مشير ايه مشكله، الجيش المصري مش الجيش المصري، وقاعد بقى يكلمنا والاخوان هيولعونا والاخوان عايزين يعملوا مش عارف ايه، وانتوا قابضين ومش قابضين، قاعد يقول كلام طبعا ما حدش فاهم مننا حاجه. بدانا ان احنا نفهم، قلنا لا طبعا احنا مش قابضين، قال انتوا اصلا مش فاهمين اي حاجه، انتوا جايين هنا مش فاهمين، احنا مسعفين، قال ما هو المقصود يتمسك المسعفين دول عشان انتوا اللي بتنزلوا في كل الاحداث، فالمفروض ان انتوا ما تنزلوش في احداث تاني، هو مقصود اصلا يمسكوا اي حد بينزل مسعف او طبيب في المستشفى الميداني، هو ده المقصود منهم من الناس كلها، يعني حتى لو عندهم بيقول عندنا الدكتور منكم ب 100 واحد من الناس العاديه، قالها صراحه قدامنا في عربيه الاسعاف من غير اي احراج ولا اي حاجه. اول ما سلمنا المستشفى كوبري القبه، اول ما نزلنا من العربيه طبعا الضرب اشتغل فيه واحنا داخلين المستشفى، اي عسكري يشوفه ينزل ضرب فيه من غير بسبب ومن غير سبب. جه القائد قال البنات دي تروح والاستاذ اللي معاهم ده يتسلم جوه، اتخيط ويطلع على سن 28، سلمونا في اوضه، اول ما دخلنا الحجيه قائد تاني قالوا لا دول مش هيروحوا، دول ما لهمش ترويح، دول لهم امن دوله بس وليهم كشف عذريه على طول كده، واحنا قاعدين جوه سامعينهم وهو بيتكلم ايه بره. جه انس ده بقى شفنا هو دخل يخيط دماغه واحنا قاعدين بره مستنيين ان هو هيرحلونا. جه حصل دربكه ودوشه ان كان في حريقه باين في شارع وزاره الدفاع، وكانوا بيدخلوا عساكر يعني محروقين، محروقين من كل حته في جسمهم شايفينهم بعيننا داخلين عساكر محروقين. جه العامل النظافه اللي كان واقف قال حاولوا انت والبنت اللي معاكوا تطلعوا تجروا من جنب العساكر من غير ما حد يشوفكوا، عامل النظافه اللي في مستشفى كوبري القبه. خدت البنت اللي معايا ومسحنا عيننا خلاص وكاننا اصلا مش تبعي مظاهرين، وطلعنا من جنب العساكر حاولنا ان احنا نعدي من جنبيهم، كان في عربيه داخله والعسكري لسه رايح يسال لها العربيه داخله فدخل جنب العربيه، فاحنا جرينا من جنبهم عدينا، طلعنا كان شارع كله عساكر، ما كنا ماشيين حوالين نعمل نفسنا احنا متماسكين او مش تبع اصلا مظاهرات. اول ما عدينا من الشارع دوت او من الشارع اللي هم متوجهين فيه عند جامعه الازهر كده، واحنا ركبنا عند كوبري القبه بالظبط يعني عند طريق القبه، واحنا وقفنا تاكس وركبنا معاه، احنا ما نعرفش اصلا اللي حصل لنا ده ليه، يعني عشان احنا مسعفين نازلين يعني اي حد مصاب، احنا كان بيدخل لنا بلطجيه كنا بنعمل لهم اسعافات اوليه، كنا بنخيط لهم دماغهم وجسمهم، كنا بنعملهم زيهم زي اي حد.
فاي احداث كنا بنروح كان العساكر بتجي لنا متصابه كنا بنعمل لهم الاسعافات الاوليه. احنا مش نازلين يعني مش نازلين بلطجه ولا نازلين ضربنا في عسكري ولا ضربنا في حد. وكمان في حاجه ان طول فتره الاعتصام العساكر الجيش اللي كانوا واقفين وكنا بنشوفهم بيتغيروا كل شويه وكانوا متعاطفين معانا وكانوا بياخدوا مننا ميه بياخدوا مننا حاجات عادي جدا وكنا بنتكلم معاهم عادي. العساكر دي يوم الجمعه ما شفناش حد منهم. يوم الجمعه ولا عسكري من اللي كانوا واقفين من قبل الاعتصام كان واقف، ما شفناش غير امن مركزي من قبلها اصلا لما امن مركزي نزل. فانا كنت معديه اطلع الكوبري ابص على المنظر من فوق فبقول له لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ قال اتفضلي. بقول له انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ مش الجيش واقف بيحمي وزاره الدفاع؟ ايه اللي جايب حضرتك؟ قال لي احنا بنحمي الجيش. قلت له انتوا جايين تحموا الجيش؟ راح قال لي اللي عايز يفهم يفهم بقى، يعني بصريح الاواره كده على طول القائد بنفسه قال لي اللي عايز يفهم يفهم. فمفهوم الامن المركزي جاي ليه؟ الامن المركزي كان بيضرب بحديد، كان بيضرب بطريقه غباوه، ما كانش في حد فيهم متصاب اصلا. لو حد فيهم متصاب واخد حاجات بسيطه كان بيشتموا الفاظ مش كويسه، كان بيقولوا احنا هنعمل ونسوي فيكم الفاظ ما ينفعش تتقال اصلا. انا بسال سؤال معين، اللي حصل في انس واللي حصل فيا واللي حصل في دكتوره اسماء اللي معانا ليه؟ هل ان احنا نزلنا نقول يسكت حكم العسكر؟ من حقنا تظاهر طالما سلميين، احنا ولا حدفنا طوبه ولا حدفنا خرطوش ولا كنا بيجي لنا اكل من وزاره الدفاع زي ما كان بيجي بالبلطجيه. البلطجيه كان عند مسجد النور بعد ما مشوا لقينا مكانهم علب اكل مليانه وعلب اكل فاضيه يوم الاربعاء الصبح مكتوب عليها وزاره الدفاع على علب الاكل بيجي لهم دار المدرعات ووزاره الدفاع برضو علب الاكل كان دار المدرعات ووزاره الدفاع. البلطجيه الطوب اللي كنا بيتحدف علينا انا عن نفسي مسعفه دخلت جوه اسعف المصابين الطوب اللي كان بيتحدف قسما بالله صخور طوب كله شبه بعضيه نفس الطوب بتاع محمد نمحه نفس الطوب بتاع قبل كده والناس كلها عارفاه مش محتاج ان حد يقول لهم عن حاجه. اما الناس اللي بتقول لك انتوا نازلين ليه وايه اللي وداكوا العباسيه ومش العباسيه احنا لنا حق التظاهر في اي مكان في مصر، مصر دي بتاعتنا كلنا مش بتاعت حد معين، ميدان العباسيه ما اتكتبش باسم توفيق عكاشه ولا باسم المجلس العسكري، ميدان العباسيه ميدان زي ميدان التحرير زي اي ميدان في العالم، من حقنا نقول كلمتنا في اي مكان. انا بس سايبه للناس حريه يعني ان هم يحكموا عقلهم بس لو دقيقه اللي حصل لنا ده ليه؟ على ان احنا نازلين نسعف الناس المصابه؟ واحنا لو بنسعف الناس اللي مثلا اللي معانا نقول ماشي، لكن احنا بنسعف اي حد بلطجي مش بلطجي مصاب اي حد معانا كنا بنقوم بالاسعافات لو معاه بكامل حقوقه علينا يعني ما كناش بنقصر في حق اي حد. هو ده اللي المفروض ان احنا نستقبل هو ده اللي الاهانه اللي احنا خدناها دي هي دي جازتنا ان احنا نزلنا بنسعف الناس المصابه والناس اللي اتقبض عليهم من جامعه عين شمس تسلموا الناس اللي في دار الشفا اللي تسلموا الناس دي كلها اتسلمت ليه؟ انا النهارده كنت عند انس النهارده الجمعه اول زياره اقوم بيها لانس في مستشفى كوبري القبه اللي هي مسلحه حبس اصلا في بدروم تحت في اخر حاجه في المستشفى تحت في بدروم. انس جاله كسر في الجمجمه ايده الاثنين المفروض ان هو يعمل بكره عمليه في مستشفى الحلميه العسكري. انس المحامين اللي متوكلين عنه راحوا عشان يشوفوا ايه قضيته او متاخد ليه او اي حاجه مش لاقيين عنه اي حاجه في النيابات كلها. الحاجه الوحيده اللي مكتوبه هو انه هو مصاب. طب مصاب ليه او طب هيطلع امتى او اي حاجه محدش متكتمين عليه بطريقه غريبه مش عايزين يقولوا لنا اي معلومات عنه. اربعه عساكر حراسه عليه بيكلبشوه في السرير بالليل هو ايده الاثنين مكسوره اصلا بيكلبشوه في السرير بالليل قبل ما يناموا عشان العساكر يناموا بيكلبشوه مش هو لوحده معاه شيخ تاني محبوس معاه ومعاه اخ تاني واخد سكاكين في الكليه بتاعته والشيخ ده عنده حاجات مشاكل على الصدر وايده متجبسه مبهدلينهم خالص بيعاملوهم معامله زباله. الدكاتره بيخشوا يشتموهم بابهاتهم وامهاتهم بيقولوا لهم الفاظ مش كويسه جدا خالص يعني بيبهدلوهم. لو مستشفى مدني مستشفى عاديه من المستشفيات اللي احنا عارفينها دي معاملتها زباله لو هم هيعاملوهم ارحم من المستشفى العسكري اللي جوه بيتعاملوا معامله ما فيش حد بيعملها لبني ادمين اصلا. انا مسجله الفيديو ده عشان انا من ساعه ما طلعت او من ساعه ما هربت مستشفى كوبري القبه انا رافضه اتكلم مع اي حد ورافضه اسجل مع اي حد. انا اصريت ان انا اسجل الفيديو ده بعد ما شفت انس النهارده والبهدله اللي هو فيها. بجد انا عايزه افهم ليه؟ ليه المجلس العسكري ليه هم اصلا مستقصدين الدكاتره؟ ليه بيعملوا فيه كده؟ هو ما عملش اي ذنب، احنا كنا نازلين بنقول سلميه ما عملناش ولا حدفنا طوب ولا حدفنا عنهم اي حاجه، ليه بيتعامل المعامله دي؟ انا بطلب من الناس كلها تتضامن مع انس ويفهمونا هو متاخد ليه او حتى يقولوا للمحامين اللي احنا موكلينهم ليه متاخد بس مش اكتر. بس شكرا.